السلام عليكم. اسمي الرجدرجي الطيب الحسين بن طيب بن عبد الله الركراكي، هو المحبس هذه الارض. انا استغربت، فيقت في الصباح لقيت الاشجار ديال ارغانه هو شي حاجه مهمه في هذه البلاد، وقطعوا هاد الناس وكبوها في البواد. المهم هذا الشيء استغربت، انا فيقت في الصباح ولقيت الاشجار ديالي مقطوعين، شي فوق 21 شجرة، والقضية ديال أركانة وهو واحدة شجرة مثمرة ومهمة وكتحمى عليه الدولة، وهاد الناس اللي داروا هاد الشيء ما معترفين بأي قانون بأي حاجة ديال الدولة. وكاين الحمايات ديال حماية أركان، وكاين الجمعيات، وكاين جميع المسائل، وهاد الناس ما تاخذوش كاع القرار ديال هاد الشيء باش ما كاين. ديالي هما ملي كانوا الجدود على الجدود على الجدود، أركان ما غرسها حتى شي واحد، أركان مغروس من قديم الزمان، فيها 21 شجرة اللي قطعوا، كنت شجرة وراه كاين فيها جوج فروع ولا ثلاثة الفروع اللي فيها، إلا بغيتي تحسب داك الشيء وراه فوق من 21 شجرة اللي كاين تما. غير البلايص اللي كاينين تقابل اللي فاش داوهم شي 21 تقبل اللي كاينه. وسمعنا بينما هو الجماعه قالت غادي دير هنا ملعب ديال التيران، واتصلت مع هذوك ديال الاوقاف وكتبوا لهم الرساله، قالوا لهم راه قلبوا على الاراضي، هذيك البلاصه كتحامي عليها وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه بتارودانت. هاد الاراضي الجد ديالي من 1900 من 1300 من 1300 هجرية، من 1300 هجرية هو باش دار الحبوس لهاد الأراضي. من 1300 هاد الأراضي ما عمرها تقسموها، ما عمرها دخل فيها شي واحد، دارها لحبوس معاقب. وهاد الأراضي دار فيه شار فيه بينما هو ثلث ديال الأوقاف، ثلثين ديال الورثة. النداء ديالي كنطلب المسؤولين في اي مكان يديروا التحقيق ديالهم، شكون اللي قطع هذا الشيء، هاد الاشجار ديال أركان والبيئه ديال البلاد، وأركان وحمايه فيها الجمعيات ديال حقوق الانسان ديال اي جمعيه كتحمى على شجره أركان، وهاد الناس جايين صدفه وقطعوها وما معترفين بأي جهة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.